يتخذون من حافة الطريق مقرا لبساطاتهم المتنقلة. وقبل أن يأتي قرار السلطة المحلية بإزالتها، كانت هذه البساطات تمثل لهم الكثير إن لم تكن مصدر دخل وحيدا لمعظم الأسر المكتظة بالأبناء. أنا عندي بسطة، واليوم جاءوا يرفعونا من الشارع من الخط، وهذا مصدر رزقنا من يوم وقعنا إلى اليوم. إزالة العشوائيات من الشوارع العامة، هكذا باشرت السلطة المحلية حملتها في مدينة الحزم مركز محافظة الجوف. ومن خلال قيامها بحملات كهذه، تسعى السلطة المحلية لإثبات فاعليتها وحضورها على الأرض، وإن على حساب البساطين كما يقال، لا سيما وأنها لم توفر المساحة البديلة التي يمكنها أن تكون مقرا لبساطاتهم المتنقلة أو حتى سوقا جديدة على الأقل. الآن جاء موسم معنا عيد عرفة، رفعونا هكذا، أما محلات جيبوا لنا وبقع ماشي ما في. اتخذت السلطة المحلية قرارها بإزالة العشوائيات من شوارع مركز المحافظة، لكن خياراتها تبدو أقل أمام تذمر عشرات البساطين واحتجاجهم على هذه الحملة التي جاءت بهدف قطع أرزاقهم كما يقولون، فيما تعلل السلطات المحلية ذلك بسعيها لتنظيم حركة السير وتوسعة الشوارع والحد من الاختناقات المرورية داخل المدينة من خلال إزالتها للعشوائيات. نقوم بعمل حملة ضد العشوائيات، وذلك من أجل توسعة الطريق العام والحد من الاختناقات المرورية في الشارع العام، كذلك يعني خلق أجواء بيئية في هذا المكان، وذلك يأتي مباشرة مع حلول قدوم عيد الأضحى المبارك. حملات يمكن تسميتها بالأمنية كان ضحيتها هذه المرة ربما عرق البساطين وأرزاقهم التي أضحت في مهب الريح بعد رفعها، خصوصا مع قدوم موسم العيد الذي يعد بالنسبة لهؤلاء فرصة سنوية يعملون ويكسبون ويعيشون من خلالها. على الجرادي، قناة بلقيس، الجوف.